الكثير من المواطنين يقول لك التوربينات الخاصة بالمحطات على من تشتغل، على الغاز لو على النفط؟ كله صحيح، اكثر الناس تسمع محطات غازيه. لا احنا هسه عندنا يشتغلن على النفط لو على الغاز. قلت لك ثلث ثلث بثلث بثلث. زين سالونا السؤال المواطنين والناس والاعلام وحتى البرلمان. زين هسه لما ما عندكم غاز زين شلون رحتوا جبتوا محطات غازيه؟ زين مو طيب هسه اولا يروح حاسب وجابته. منو جابهن؟ غير وزاره الكهرباء. اي انا احكي على الوقحن. زين بس انا مش قلت لك انا اول ما حكيت طيب فكان ما اعرف نفسي واقول لك اكيد انا اخبل اكيد. فاولا المفروض يتساءل اللي جابهم. زين هذا بعرفهم يعني طيب. بالجواب لهم ستقول لي انت جوابك شنو احمد موسى ككهرباء؟ ايه هاي المحطات اللي جابتهن وزاره الكهرباء ما جابتهن بقطع عقلها. زين جابتهن اكو تعهد من وزاره النفط. زين موقع به وزير النفط. طيب وموقع به وزير الكهرباء ب 2014 راح اطلع الغاز الوطني. من راح اطلع الغاز الوطني وين اوديه؟ قلنا له يعني شنو تريد يا وزاره النفط؟ قال احنا نطلع الغاز وتنصبوا محطات حتى تشغلون على الغاز. زين بس ملاحظه مهمه، انتم وزاره الكهرباء ما تقدر تحولهن؟ المن يعني تحول هاي المحطات لا هسه هسه جاي الى التوربينات ما تقدر تحولهن من 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 غازيه الى غير وضع الغازيه الى النفطيه. هسه جايك بالكلام تفضل. فاولا انا نصبت لان اكو محضر موقع ما بين الكهرباء والنفط قال انا راح اطلع الغاز. زين انت شنو دورك؟ قلنا يا الله ننصب محطات تشتغل على الغاز مالك اللي تطلعه. زين تمام طيب نصبنا المحطات واليومك ما طالع الغاز. واحد زين واحد ثانية منو قال لكم اللي اطلع الغاز؟ وزارة النفط؟ والله لو ادري راح تسألني. لا وزارة النفط محضر موقع عليه وزيرين نفط وكهرباء. وكهرباء كهرباء. زين راح نطلع الغاز بال 2014 شنو دوركم؟ قلنا نشتغل على الغاز. يعني شنو؟ قلنا نصب محطات نشغل محاي الغاز مالكم نشغل به محطاتنا اللي احنا نريد طاقتها. احنا جبنا المحطات ونصبنا المحطات وكملنا المحطات والغاز اليومك ما طالع. زين هاي واحد. طيب محطات الغازية استاذي اسمها غازية بس تشتغل على اربع انواع وقود. يعني وهنا هسه الان برايك محطة الخيرات سامع بها غازية لو نعم. مو غازية؟ نعم. محطة النجف زي. غازية. محطة الصدر زي. غازية. محطة الحلة الغازية. على شنو يشتغل؟ محطات كلها اسمها غازية زي. بس تشتغل على الغاز وتشتغل على الغازويل وتشتغل على الكرود وتشتغل على النفط. زين اربع انواع وقود هي من اسمها غازية مو معناته ما تشتغل بس على الغازية استاذي، تشتغل على الغازات الناتجة من احتراق انواع الوقود. زين